اهلا بكم متابعي قناه عالم هيباك رحب بكم فيديو جديد ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحه والسلامه انتم ما كتشاهدوه كما تعودنا دائما مع جديد الافكار والحيل والادوات والمنتجات الحصريه اللي غتساعدكم على التنظيم وترتيب المنازل منتجات لي مفيده لكل سيده كتعاني من التنظيف وترتيب المنزل ديالها فافكار اللي غتوفر لها الراحه اليوميه فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر واللي اول مره كيشاهدنا فكيشرفني انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على الزر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل ما هو جديد وحصري من منتجات منزليه فمعنا هنايا طاوله اللي هي ذكيه جدا ذو تصميم عالي الجوده وموفره للمساحه ايضا هنايا مصفات اللي كيجي مع البانيو ديالها اللوين ديالو اللي هو شفاف فهي ضد الكسر تقدروا تضعوا فيها الفواكه والخضار وتصفيوا فيها مجموعه ديال الاكلات ديالكم فاشكال هي انيقه واللي كتعطيكم ايضا جماليه داخل المطبخ ويمكن لكم تاخذوا فيها جميع اللوينات معنا ايضا هنايا هاد العلاقه طبعا لعلقة ايضا حصريه اللي يمكن لكم تدعوا فيها الفوطات ويمكن لكم تلصقوها بالحفير فمنتجات لدار في الأسواق العالمية بالبيع ديالها منتجات ذكية جدا وكتمتاز بالجودة ديالها طبعا اللي هي مفيدة جدا وكتبقى معكم لمدة طويلة فأيضا لاصقات وكذلك مجموعة ديال التنظيفات اليومية اللي كانت متعبة جدا ولكن فضل هذه الاختراعات اكيد غادي على الوضع معنا هنا مساحة يمكن لكم توضع فيها سائل التنظيف لغادي يناسبكم بالنسبة للتنظيفات سواء بلاكارات والارضيات والبوتاقاز وبزاف ديال الاشياء طريقة ديال العصر ديالها فسهلة بزاف وبالنسبة ايضا لتغيير ديكور ديال الاتات ديالكم مثل الكراسة يمكن لكم ايضا تاخدوا بزاف فيهم ديال الاشكال كغطاء كذلك هنا يا طقم ديال تنظيم ديال الفرشات وكذلك معجون ايضا الاسنان واللي يمكن لكم ايضا تعقموا فيهم الفرشات في نفس الوقت فبضغطه واحده ايضا يمكن لكم تبطو السائل ديال المعجون بكل سهوله نبقاو ايضا مع الغطاء العملي واللي كيحمي الثلاجه من الغبار في نفس الوقت فكيحافظ على الجوده ديالها كتوفر على منظمات من الجوانب وجهاز كهربائي اللي يمكن لكم تقطعوا فيه او تبشروا فيه الخضر والفواكه طرق اللي هي ذكية ايضا علاقات لبصور بصور مختلفة فعلم صين يوميا كبارنا بكل ما هو جديد وحصري من منتجات انيقة جدا والتي كتناسب بالنسبة للديكور ديال المنزل ديالنا وغطاء اللي من سيليكون الممتاز لكي يحمي أيضا البوطاقاز من الأوساخ فهو أيضا ضد الحرارة كذلك هنا بانيو بالنسبة ديالو شفاف أيضا الوصفات كذلك الصحية ايضا يمكن لكم تستفدوا منه فمنتجات طبعا اللي هي جد مهمه خصوصا النساء اللي كيكون عندهم عمل او وظيفه كيكون صعيب عليهم انهم يسيطروا بين الاشغال اليوميه كذلك المهام المنزليه والاطفال وكذلك حتى العمل فبفضل هذه المنتجات غادي تساعدهم بزاف واللي غتوفر لهم كذلك الوقت وهذه حاجه طبعا اللي هي جد مهمه أغطية ديال الشعر وكذلك هنا منظمات متعددة الاستخدامات سواء الأحذية وكذلك البطانيات والكتب والألعاب وبزاف ديال الأشياء حجم اللي هو مناسب جدا يمكن لكم أيضا أنكم تجرهم بكل سهولة لأنهم على عجلات فكرة أيضا عملية بالنسبة للأغطية وكذلك الليزورة وكذلك الكوفرليات يمكن لكم تبتهم بهذه الأداة البسيطة جدا وهنا معنا طاولة اللي هي ذكية جدا وكذلك ذو تصميم عالي الجودة قابلة للطي فالفكرة ديالها مفيدة خصوصا المطابخ الضيقة فمعنا معنا هنايا اغطيه لمصنوعة مصنوعه من الممتاز سهله بالنسبه للتنظيف ومقاومه للحراره بوبيل حجم ديالو ايضا مناسب انكم تنزلوه سواء في المكتب وكذلك في غرف النوم في اي جزئيه حبيتو من المنزل منظمات متعددة الاستخدامات كتوفر على عدة طبقات يمكن لكم أيضا أنكم تأخذوا فيهم جميل أحجام وانبوب بعمليل جميع كذلك القنينات ديالكم سواء البلاستيك او الزجاج فايضا يمكن لكم تاخذوا فيهم جميل اشكال كما شفتوا معايا افكار مناسبه وادوات واجهزه ومضيفات عاليه الجوده اللي غادي تلقاوهم ايضا في البلدان ديالكم فما لكم الا تقلبوا جيدا كذلك اغطيه اللي كتمتاز ايضا بواحد الشكل اللي هو مناسب داخل الغرف ديالكم واللي كتعطيكم ديكور طبعا اللي هو رائع فكره ديال الدولاب جد مميزه تقدروا انكم تضعوا فيهم الملابس والبطانيات وبزاف ديال الاغراض ديالكم يمكن لكم ايضا تاخذوا فيهم جميل الاحجام وكذلك فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أغطية مصنوعة من السيليكون الممتاز بالنسبة للكمام اللي كتحافظ لكم على الملابس يبقون نقيين أثناء التنظيف أو كذلك غسيل الأواني ومرآة وفي نفس الوقت علاقة مناسبة بالنسبة للملابس واللي كتوفر على جوج مجورة يمكن لكم دورها بكل سهولة فيمكن لكم تأخذوا فيها جميع الوينات مصنوعه ايضا من الخشب الممتاز عجبتني الفكره ديال هذا السرير الرائع سرير طبعا يمكن لكم انكم تعملوا سرير اضافي ففكرة ديالو مناسبه خصوصا اللي عندهم اطفال وكذلك يعني بيبي صغير فيمكن لكم ايضا تاخذوا فكره ديالو جد مميزه أداة لتبسيط أيضا ثومة بطرق أيضا اللي هي ذكية وبلا ما تقصوا يديكم منتجات بسيطة جدا ولكن مهمة بالنسبة للحياة اليومية معظمهم متوفرين في الأسواق العادية كما هنا يا هاد الحامل ديال ديال الصابون او يمكن لكم توضعوا فيهم ادوات تنظيف الاواني وبهذه الطريقه فهي كتكون قريبه لكم الوين ديالو شفاف وكيتعلق ايضا بالنسبه للفوطه ويمكن لكم توضعوا فيها ايضا مجموعة ديال الأشياء أخرى فمنتوجات كما كنقول لكم دائما متعددة الاستخدامات على حسب كل سيدة وكيفية تنظيم ديالها وترتيب داخل البيت ديالها أيضا أفكار لتنظيم الدولاب وموفرة للمساحة أو رفوف عملية باللون الذهبي لتنظيم الحمام ويمكن لكم تأخذ فيهم جميع اللوينات نبقى مع تنظيم وترتيب المطابخ بهذا المنظم الأنيق جدا باللون الأبيض ومتوفر فيه اللون الأسود لكي يجمع لكم جميع الكراكيب كذلك والمنتجات للاستخدام اليومي سرير مريح جدا بالنسبة للأطفال أو البيبي يمكن لكم تاخدو فيه جميع الأحجام وبهالطريقة الطريقة كيكون قريب للأم معنا هنا رفوف التنظيم أيضا اللي هي مصنوعة من الخشب الممتاز كذلك هنا منظمات بالنسبة لتنظيم الأحذية اللي كتوفر أيضا على ثلاثة ديال الطبقات وعلى عجلات كيسهل لكم أنكم تجروه بكل سهولة ويمكن لكم أيضا تضعوا فيهم سواء النباتات والديكورات وبزاف الأشياء فنشر دوار اللي يمكن لكم تنشروا فيه مجموعات ديال الملابس مثل الملابس الداخليه او الجوارب بلا ما تحتاجوا كذلك للمقبطات وهكا كتبقى امنه وكتكون يعني نقيه آه كذلك بلا ايضا ما تحتاجوا بزاف ديال النشرات هكا يمكن لكم انكم تطويوهم ما كياخذوش نهائيا المساحه فكره هنايا ديال هاد الاداه اللي مصنوعه من السيليكون الممتاز مقاومه للحراره اللي يمكن لكم انكم تضعوا فيها مجموعه ديال الاكلات وكذلك هنا تكايه مريحه جدا بالنسبه للسياره خصوصا اللي كيشدوا الطريق لمده طويله فمنتجات اللي هي عمليه جدا ايضا بالنسبه لهاد المنتوجات يمكن لكم طلبوهم من المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه لي هي كثيره بزاف كنحاول ان نعطيكم ثلاثه المواقع اللي هي رائجه جدا وكذلك فيها منتجات بشحن في مجاني مثل موقع اكسبريس وكذلك موقع امازون وموقع علي بابا بالنسبه لموقع علي بابا فهو مختص للتجار يعني الاشخاص المهتمين بهذه المنتجات انهم يشروهم بالجمله ويعاودوا التجاره فيهم كذلك نايا هذه الاداه المصنوعه من البلاستيك الممتاز فهي ضد اللصق يمكنكم يمكن لكم تهزوا بها الاروز ومجموعه كذلك ديال الماكولات ديالكم المختلفه فبالنسبه لمتابعين من داخل المغرب اذا إيه كنتم مهتمين بهذه المنتوجات يمكن لكم فقط انكم تخليوا لي الدقيقه فين جاء المنتج او الاسم ديالو وغادي ننزل لكم جميع الروابط هكا يمكن لكم تدخلوا الصفحه وطلبوا جميع هذه المنتوجات واللي غادي بها حتى المنزل ديالكم ايضا هنا منظمات باللون الابيض والذهبي الشكل اللي هو مناسب جدا فمنتجات طبعا كتستحق ان نخضع لها الشرح هكذا الى خديناها من الاسواق نكونو ديجا عارفين الطريقه ديال الاستخدام ديالهم معنا هنايا هذا المرحاض الرائع كذلك فدو تصميم عالي الجوده حصري واللي يمكن لكم تاخذوا فيهم جميع الوينات علاقات بصور جديده اللي ايضا كتمتاز بواحد الشكل مناسب داخل الحمام او اي جزئيه حبيتو من المنزل يمكنكم لكم فيهم جميع اللوينات فبالنسبه لتنظيف ديالها فسهل بزاف كذلك ايضا فهي كتوفر على منشفه كهربائيه فمنظمات لتنظيم الدولاب اللي يمكن لكم زودوا الرفوف على حسب الاحتياجات ديالكم